يا اما بتوع الثقه يا اما بتوع الكفاءه. لو على الطريقه دي عاديه كان زمان رأفت بيه بقى وزير من زمان، ده من اهل الكفاءه ومن اهل الثقه. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ مخلصا على ثبات أقدامي وسلامة منصبي. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول رأفت فؤاد سالم رستم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات. خرب بيتك يا فوايا، يا خرب بيتك يا فوايا. ده ما بيحضرش فرح ولا مناسبة في سفارة ولا عيد وطني ولا مؤتمر ولا ندوة إلا لما يجيب سيرة سعادتك. وزيارة أجمع عطية. اسمع اللي بقولك عليه ونفذه بالحرف الواحد، ولو ما نفذتش هتتقدم لمحاكمة عسكرية. انا راجل طول عمري صفحتي بيضة، بلاش تلعب معاك. او لو نفع خير وبركة، ما نفعش يتنطر مع اول تعديل وزاري ويا دار ما دخلك شر. لو رحت لأي دكتور متخصص في الحكاية دي مش بعيد تلاقي كل زعماء المعارضة عنك. مع بلد زي دي عطية تبقى السباحة ضد التيار. في أسباب سياسية تمنع جواز يا رأفت باشا. لقد أثار الكتاب الذي ألفه السيد عطية عصفور عن فضائح الوزير رأفت رستم لغطا في المجتمع. دي كارثة، أول ما الخبر اتعرف في ظرف أسبوع هبقى خارج الملعب. مصر ما يستخباش فيها سر أكتر من سنة. خزنة بتتفتح ببصمة الصوت. أيوه أيوه سفالة أكتر من